طب خلينا نتكلم على من تألقوا في مباراة العودة، بالذات محمد هاني، فتحي، السولية، أيمن أشرف، أيمن أشرف طبعا، ياسر إبراهيم، أفشة، الكينج إيليو ديانج. إيليو ديانج طبعا. أنا بص والشحات يا كابتن علاء، والشحات كلمني عن كل واحد على جنب. لا لا، طب هنبدأ بيه، نبدأ بالشحات. طبعا الناس بتبص على الحته الاخيره، الجون العالمي اللي دخل. يعني ايه ممكن فرقه هاني تلعب 85 دقيقه وحشه قوي، ويجي اخر خمس دقايق لقطه جون واوبا الفرقه. لكن طب ده راجع 85 دقيقه. لو جينا الماتش الاولاني، لا، حسين الشحات ما كانش موجود، ما كانش دون المستوى. المباراه الثانيه الهدف اللي جابه عوض المباراه الاولى، بالرغم ان هو برضو في المباراه الثانيه بعد الجون برضو كام هجمه يعني كان متواجد. بس ده جون عالمي، ده مودريتش اتفرج عليه وجاب جون زيه. شفت برضو الحته دي تحت السوشيال ميديا؟ انا فاكر لا بس عامل يعني انا اقول لك مودريتش اتفرج على جون الشحات وعمل ثاني يوم عمل جون زيه. الشحات بيجيد الاجوان من المنطقه دي. طب انا هرجعك بقى الجون لحسين الشحات من نفس المكان كده، جون في منتهى الروعه، هدف حسين الشحات في المقاولين العرب لما كان في نفس المكان في الركن اليمين وراح حاططها بين رجلين فاروقه وحطها في البعيده في مرمى المقاولين. هو فاكر الجون ده؟ لا انا مش فاكره، بس انا فاكر كان عنده هدف قريب من ده، بس كان بيلعب ساعتها في العين. بس الناس بتقارن الماتشين اللي فاتوا اللي ضيع فيهم، يعني ماتش بيراميدز مثلا كان في موقف اعتقد كان اسهل كمان من دوت فضاعت. المباراه بتاعه الوداد، مباراه الذهاب، كان في فرصه كبيره جدا كان ممكن يجيبها هدف. فالناس بدات تقارن ما بين الجونين دول والجون العالمي. انا يعني ده جون تاريخي فيه هدوء غير طبيعي، وبعدين تحس انه عنده يعني ثقه في نفسه كبيره جدا انه يعمل كده. يعني انت لو جيت قسمت ملعب نصين كده اهو، اهداف حسين الشحات من الجنب الشمال، ناحيه الشمال، الجنب الشمال دي، ايوه واخد بالك؟ ايوه. فاصل انا ببص بنظره ثانيه غير الاجوان اللي في الجنب دي، كلها جميله. كلها جميله. مع ان برضو البعض طلع وقال لك لا، كان لازم يمررها لقفشه، تقريبا كابتن وليد صلاح الدين كان لازم يمررها لقفشه، بس اللي اداله الثقه زي ما انت قلت يمكن مروان، لانه لما دخل الجون في اول ست دقائق من المباراه ادى الفرصه ديت للشحات ان هو يعني يلعب براحته يعني. وليه ما تفكريش اللي هو عايز يعوض الجون الانفراد اللي كان موجود في المباراه الاولى وضيعه؟ ممكن قد يكون يعني طبعا. عشان كده اقول لك الناس نسيت الهدف الجميل ده، نسيت كل حاجه. ما هي دي هو ده اللي بتتكلم عليه. اللقطه الاخيره هي اللي بتفرق. طب نخش بقى على ديانج، لان انا بايدك جدا في موضوع ديانج. قلت هاني، قلت فتحي، وقلت السوليه، كل لون على حده. اتفضل يا كابتن علاء. هاني، محمد هاني. محمد هاني بسم الله ما شاء الله بينضج خلاص، بدا يتقل في الملعب. واعتقد ان هو يعني بيحجز مكانه. بيحجز مكانه بقوه. حلوه الكلمه. لعيب هجوميا كويس، دفاعيا كويس، واعتقد ان هو مكسب للنادي الاهلي في خلال الفتره الاخيره دي، لانه كان بيلعب ما يلعبش، يغيب فتره، يقعد يا ما احتياطي، لكن اعتقد بالمستوى ده هيكمل في حته. الفكره كان ناقص بس على محمد هاني ان حد يديله الثقه ويقول له ان انت رقم واحد في البوزيشن ده، لان كنت حاسس في وقت من الاوقات ان عمليه الهزه وخاصه على المستوى الدفاعي ان هو ما عندوش ثقه في نفسه ان انا لا انا نمره واحد. دايما شايف ان هو لا، الناس بتتكلم على احمد فتحي هو، فلما شاف ان الموضوع لا مختلف مع موسيماني وان هو بيديله كمان الاولويه في وجود احمد فتحي ان هو يكون نمره واحد، فده ده الثقه. وهاني بدا الجديده ده دور المدرب. خلي بالك فيها يا كابتن هاني، في لعيبه تبقى مظلومه باللعيبه اللي موجوده معاه في نفس المكان. ده حقيقي. يعني لما تلاقي مثلا احمد فتحي متواجد معاه، ما لازم برضه هو يبقى تنشن. ولكن لما يلاقي المدرب واحد مديله الثقه، على اعتقد ان هو بيفرق. ودي شخصيه اللاعب، دي شخصيه اللاعب. فاعتقد ان هو مكسب كبير في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي في هذا المكان. يعني سولية مش هقول عليه الماتشين دول. لا، سولية بقاله فتره. صحيح. يعني في الدوري ده سولية من الموسم اللي فات، خلي بالك. سولية من اللعيبه اللي مستواها ثابت،
بنسبه 90% من الموسم الماضي، ولا غنى عنه هو في وسط النادي الاهلي. ده حقيقي، ده حقيقي. هو كان حظ وحش في الاصابات شويه ان كان بتعطله، لكن هو بيرجع بسرعه وما شاء الله يعني. لا لا غنى عنه في ده حقيقي. حط تحتها 100 خط، لا غنى عنه في وسط ملعب النادي الاهلي. ده عمرو ايري ديانج بقى ده. انا لما بحب حد قوي بقول ايه الرقي ده. هو لعيب راقي دفاعيا وهجوميا، بيقطع الكوره ما بيستعجلش، بيشايف الملعب كويس، بيوصل لك للجون، بيطلع عنده قدره يجيب جون، بيرجع عنده قوه جسمانيه، باور عالي جدا في الملعب. اعتقد ان يا بخت النادي الاهلي بيه بصراحه. يمكن انا احكي لك قصه صغيره. كنت في احد الاستوديوهات التحليليه وكان ليا زميل، وكان طبعا الاستوديو بقى كل واحد بيقول رايه يعني، اكيد. فما كانش معجب ب إيري ديانج. فما يعني ايه ضربته ولا عملت ايه؟ اديته بنيه ولا ايه؟ انا ما عجبنيش الوضع يعني. عملت ايه؟ فكل واحد يقول رايه. سالت بقى سؤال تاني، قلت له لا بعد اذنك بس لازم ارد، انا عايز اتكلم على الموضوع ده عشان انا مش قادر يعني. قلت بما فيه كفايه في هذا اللاعب، والحمد لله الايام بتثبت ان انا رؤيتي في هذا اللاعب صح. فعلا لعيب هايل هايل، الله اكبر يعني، عشان الناس تفتكرش انا بحسد. وسط ملعب النادي الاهلي مميز عن اي وسط في اي نادي في مصر. ده حقيقي. انا كنت لسه بتكلم في النقطه دي وباي كلامك، لان انت عندك كمان، انت كمان عندك حمدي فتحي. حمدي فتحي انت بتتكلم على ثلاثه ما شاء الله يعني، مش عايزين يعني نتكلم كتير عنهم عشان بس ربنا يحفظهم. وفي ناس تقول لك قفشه، بس قفشه يعني، لا بس قفشه شيلوا شويه لقدام. يعني قفشه في الدور الدفاعي، لكن الثلاثه دول هايلين. وانا يعني كمان من الارقام الكبيره جدا اللي انا يعني، عدد الكيلومتر اللي قطعها ديانج في خلال المباراه اللي فاتت عدت ل 12.5، يعني بتتكلم في 12 او 13 كيلو. وخلينا وانت مدرب عارف يا كابتن ان ما فيش منهم سبرنت واحد مش في غير مكانه. السبرنت اللي عمله في الجون بتاع حسين الشحات ده، اعتقد ده هدف كمان يدرس من خلال ديانج، انه بيطلع من ال 18 عشان يلحق الكوره اللي على الخط عشان يعمل الباص ده بوش رجله خارجي بدون اي فلسفه وبدون وفي اي مساحه يعني، لو رؤيه هايله جدا وصلك للجون. فانا اعتقد ان هو يعني، انا مبسوط قوي ان انا رديت يعني، لان فعلا كنت اللعيب ده. مين اللي كان قال كده؟ لا لا هو بقى كان رده ايه لما حضرتك يعني قلت بما فيه الكفايه عن إيليو ديانج؟ يعني هو قاعد بره يعني، بس ما تفرقش معايا يعني، خلاص انا قلت رايي خلاص.